طبعا بنستعرض مع حضراتكم اهم فعاليات امس في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه، وزي ما اتكلمت مع حضراتكم في البدايه من اهم الفعاليات كان نموذج محاكاه مجلس حقوق الانسان الدولي. امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في هذه الجلسه، جلسه نموذج محاكاه مجلس حقوق الانسان الدولي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2022، وقال سياده الرئيس انه مصر ما فيهاش اي معسكرات او مخيمات للاجئين على الإطلاق، ومش بنقول عليهم لاجئين بالمناسبة، دول ضيوفنا الموجودين معانا في مصر. احنا عندنا 6 مليون إنسان جاءوا مصر نتيجة الصراعات الموجودة أو محدودية القدرات، وأصدقائنا في أوروبا يرفضوا استقبالهم. أنا بتكلم على 6 مليون إنسان، 6 مليون إنسان موجودين هنا، مش موجودين في معسكرات، ما فيش معسكرات لاجئين في مصر خالص. الناس دي مدموجين في مجتمعنا، بيشتغلوا بياكلوا بيشربوا وبيتعلموا بيتعالجوا. يمكن تكون قدراتنا مش متقدمه قوي وامكانياتنا تكون مش متقدمه قوي زي الدول الغنيه، لكن على الاقل احنا يعني تم اتاحه ما لدينا لهم من غير كلام كتير، من غير كلام كتير، وما سمحناش لنفسنا ان احنا نبقى معبر لهم يعبروا فيه إلى المجهول ويلقوا مصير يعني قاسي جدا في البحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا. ما عملناش ده. مش عايز أطيل عليكم، أنا سعيد بأن يتم تناول هذا الموضوع المهم وأيضا ربطه بموضوع زي موضوع الجائحة، جائحة كوفيد وتأثيرها، وأديه زي ما بقول كده الموضوع بتاع الجائحة كان كاشف، وأيضا موضوع الهجرة وتعامل الدول معاه هو أيضا كاشف، كاشف لفكرة ومفهوم وممارسة حقوق الإنسان. يا ترى هتستقبلوا الناس اللي هي ما عندهاش فرصة ديت، ولا بتحافظوا على مجتمعاتكم وبتحافظوا على مكتسباتكم وبتحافظوا على قدراتكم الاقتصادية، مش مستعدين تدوا لحد؟ احنا هنا ما عملناش كده، احنا هنا في مصر ما عملناش كده. احنا رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة استقبلنا بتواضع كل من لجأ إلى مصر خلال السنوات الأخيرة دي.